ايوا كيبان لي انا من حيث الجمهور ما كيدخل ما والو، كيبان لي عادي البطوله كتكمل بحال هكا ويدوزو سميتو التحاليل اللعابه في كل مباراه راه مزيانه عادي. يعني من غير اتحاد طنجة اللي كيبان لي راه عندهم 16 حاله اصابه، راه كيبان لي الفرق الاخرى مزيانين. لا ما كانش اشكال، البطوله هذا مزيانه بحال البطوله كنتمناها الحسنيه، واخا هي كتعاني دابا في المراتب الاخرى، كنتمنى العام الجاي ان شاء الله تدي البطوله. انا في وجهه النظر ديالي ما خاص البطوله توقف، حيت الا توقفت البطوله راه امتى غنساليو هذه البطوله؟ توقفت المره الاولى قلنا في جائحه كورونا 3 شهور ولا 4 شهور توقفت فيها البطوله، وكما كنشوفوا رجعوا اللعابه بدون مستوى، اي فريق رجع بدون مستوى في البطوله كامله ما نكذبوش على راسنا. ومن ناحيه كما سمعت اللعاب في الطاس وفي اتحاد طنجه وجيش الملكي مصابين بمرض كورونا، ان شاء الله كنتمنوا لهم الشفاء ولجميع المسلمين ان شاء الله. النظريه ديالي تاجلوا الماتشات بحال هادو اللي لاعبين كونتر الجيش ولا كونتر طنجه ولا كونتر الطاس، غيتاجلوا الماتشات والبطوله ما خاصهاش توقف، وان شاء الله بطوله وداديه هذا العام 21 ان شاء الله. الراي ديالي انا هو اخي، الراي ديالي هي تحبس البطوله باش ما تزيدش الحالات ديال كورونا. الاحسن يعطيو الشامبيون البريمير هي تاخذ الشامبيون البريمير يا رجاء، يا فهمتي البريمير هي تاخذ الشامبيون. وهاد المسائل ديال كورونا هادو الله يستر، خص الناس مسؤولين مثلا بحال الطرام تيمشي سير شارج، خص الطرام فهمتيني يكون واحد العدد ديال البلايص هما اللي كاينين، غير العدد ما اذا فهمتي الناس مسؤولين خصو عين اعتبار ياخذوا هاد بحال مثلا القهاوي، مثلا الحانات، مثلا الحانات حالين على ما اظن كاين الحانات اللي حالين، اسمح الحانات ديال الشراب ما يحلوش، المطاعم حتى هما مطاعم على العدد، التيرانات خصهم سيدي الجمهور ما يكونش، ما يبقاوش الجمهور ما يكونش، هذه فكره مزيانه حتى الا كانت الشامبيون تكون بلا جمهور. انا الراي ديالي اللعابه يديروا ميزاناليز قبل ما يدخل التيران، يديروا ليه فهمتيني ان تيست، ما فيش كورونا راه يدخل يلعب عاديه ويعنك صاحبه عادي. خويا اش غنقول لك صراحه، يعني بالنسبه لي انايا فهمتي ما يعني الحالات كيتزادوا، هو الحل الوحيد يعني بالنسبه لي كنقارنوا دابا الكره يعني الوطنيه مع الكره الاوروبيه، يعني ما حد الكره الاوروبيه باقي غادي، اللي كنشوف انا في السياسه فهمتي، يعني من وجهه الشخصيه ديالي ما كاينش تحبس البطوله فهمتي، ولكن كان عليهم انهم يديروا حل، والحل كنظن مع الايام الجايه غادي يبان، ولكن باش تحبس ما ماشي لوجيك فهمتي، ماشي واقعيا باش تحبس، لان بزاف ديال الميزانيه خسرات والانديه كلها كتسنى يعني المصير ديالها، يعني الاحق هي انهم يكملوا سميتو. وبالنسبه لي يعني كره القدم واخا هكاك يعني ماشي واحد، ما كاينش واحد الاحتكاك في الشارع، يعني بامكانهم انهم يديروا حلول في بيناتهم كما كنشوف في الدول الاوروبيه، يعني اللعابه كلهم دايروا الوقايه ديالهم، المسائل ديالهم الشخصيه، واخا كيكون واحد التقارب عائلي رغم ذلك، ولكن كنشوف بان اللعابه ما عندهمش شي علاقه مع الشارع. يعني من الاحسن انها تسالي البطوله، وان شاء الله نتمنى البطوله الرجاء البيضاوي وداك الشيء اللي كاين. خاصها توقف، لانه حنا دابا تنحاربوا التجمع وتنحاربوا ان بنادم يكون حدا واحد بلا كمامه بلا والو، حنا دابا تنشوفوا اللعابه تيلعبوا بلا كمامات بلا والو ومن غير كاع بالكمامه، راه كيتسالموا كيتعانقوا في البيت، كي واش هاد الناس هادو كل مقابله غنديروا لهم تيست وندخلهم نلعبوهم، ولا غادي يبداو يلعبوا يعطي الباس من بعيد ما خصوش يقرب، ولا ماركا ما يعنك صاحبو، والجمهور حيدنا لان كاين تجمع، ولكن راه الملعب فيه 22 واحد، الرقعه هما لي رومبلاسون كيبان لنا كل واحد جالس في قنت، ولكن هذوك 22 اللي لاعبين لداخل راه كيتعانقوا كيتباوسوا شنو باش عرف احنا عرفنا هذا الشيء. حنا حيدنا التجمع ديال المساجد، حيدنا التجمع ديال الحفلات العراسات وداك الشيء، العرايض ديال العائلات ما بقيناش اي تجمع، انا المشكل كاين في التجمع، وهذا الشيء دابا حنا شلنا بان هذا الشيء كيكثر، هاد الشيء دابا هو كيتزاد وكيكثر، والله يستر ماشي عندنا راه لو موند اونتي راه العالم باسره، لان هاد الشيء ما تقدرش تحبسو، هذا راه تسونامي هذا كادير تتحبسو، ولكن خص الاجراءات يداروا، خص بنادم يكون شويه يدير شويه ديال المعقول ويخاف شويه، لانه انا كيبان لي بنادم ما خايفش، كنشوفوا الموت كنشوفوا بزاف هادشي راه كثير، ولكن بنادم ما خايفش، انا العجب ان بنادم ما يخافش، العجب بنادم يغسل يديه في كل لحظه، يبعد من واحد ما يعنق ما يبوس ما يقرب ما والو، تنظن انه حتى هادشي ديال الكره راه ما خصو يوقف،
وإلا الشامبيون غتعطى للفريق الأول ولا عادي السي القجعرة ماشي شي دري صغير، راه تبارك الله راه خبير هذاك، راه راجل واعظ وراجل يعني متمكن في هذا الميدان هذا. راه حنا شفنا النجاحات اللي دار من نهار جا، راه من نهار جا هو ناجح، الرياضة كلها غادا لقدام، راه غادي يلقى حل هذا الراجل بالمعرفة ديالو بهذه، راه غادي يلقى حل شكون اللي يدي البطولة وهذا الشيء اللي كاين اخويا.